أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة الصحافة لهذا اليوم، ونبدأها بأبرز ما عنونت به الصحف. نبدأ بالصحافة العالمية، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: تقليص اللاجئين سيؤدي إلى عزل أطفال الروهينجا في الولايات المتحدة، حيث استقر آلاف من الروهينجا في أمريكا بهدوء. وفي صحيفة الاندبندنت البريطانية: دفاعية أم هجومية؟ واشنطن تلملم خياراتها تجاه طهران، فضرب أهداف محددة بشكل سري وزيادة التعزيزات الدفاعية والجوية لدى الحلفاء أبرز السيناريوهات. أما صحيفة الجاردن البريطانية فقالت: التصويت يعني أنك مجنون، العنف والاحتيال يحجبان استطلاع أفغانستان، والرئيس الحالي يقول إن الانتخابات أمر حيوي لمنح الحكومة تفويضا ديمقراطيا في المحادثات مع طالبان. بالانتقال إلى الصحف العربية، نشرت صحيفة القدس العربي: في مصر ميدان التحرير يستقبل محتجين للمرة الأولى منذ عام 2014. ونشرت صحيفة الشرق الأوسط: إيران تعتزم تقديم خطة لأمن الخليج في الأمم المتحدة، وروحاني اعتبر وجود قوات أجنبية في المنطقة يفاقم غياب الأمن. أما صحيفة العرب الجديد فنشرت: البورصة المصرية تتهاوى بعد خروج مظاهرات مطالبة برحيل السيسي. ننتقل إلى الصحف التركية، حيث نقرأ في صحيفة يني شفق: أردوغان يصرح: اقتصادنا لا زال صامدا بقوة رغم كل الهجمات. وأخيرا في صحيفة ديلي صباح: أردوغان يقول على مجلس الأمن ألا يقبل كل ما تتفوه به إسرائيل. والآن مع عرض لرسوم كاريكاتيرية جمعناها لكم من صحف عربية ومواقع إخبارية نتابع سويا. حديثنا اليوم حول الانتخابات الإسرائيلية ومصير بنيامين نتنياهو بعد هذه الانتخابات. نتابع ما نشرته شبكة بي بي سي البريطانية حول ما رصدته بعض الصحف حول العالم. تساءل معلقون في صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية عن مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الليكود بعد فشله في إحراز أغلبية في انتخابات الكنيسة الأخيرة وتشكيل الحكومة. وحصد حزب أزرق وأبيض بقيادة بيني غانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق 33 مقعدا ليتفوق على حزب الليكود برئاسة نتنياهو الذي حصد 31 مقعدا. وتنبأ معلقون بسقوط نتنياهو وانتهاء حكمه الذي استمر 10 سنوات بعد الهزيمة التي مني بها، خاصة أنه يواجه أيضا اتهامات بالفساد المالي. وتساءل يحيى رباح في صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية: هل يهرب نتنياهو إلى انتخابات ثالثة؟ إذا استطاع فسوف يفعلها، لقد أثبت أنه لا يحترم شعبه. أم أنه سيذهب إلى حكومة وحدة في من يثق؟ فكيف سيتمكن من الحماية وعدم المساءلة عن ملف الفساد الكبير؟
بينما يرى عمر حلمي الغول في الصحيفة ذاتها أن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة لم تفضي تماماً لنتائج حاسمة، صحيح أظهرت هزيمة نتنياهو ولكنها أبقت بيده بعض عناصر القوة التي يمكن أن يلجأ لاستخدامها دفاعاً عن شخصه ومكانته، كونه غير مستعد لترك كرسي الحكم وغير مستعد ولا يريد أيضاً أن يستعد لتقبل التهم الموجهة له. وأضاف أن نتنياهو يرفض رفضاً قاطعاً الدخول للسجن، مما سيحتم عليه مواصلة العبث بالمشهد الإسرائيلي ويدفع المنطقة برمتها لدوامات عنف وفوضى جديدة ليبقى متربعاً على سدة عرش الحكومة الخامسة. وتبنت مها سمارة رأياً مشابهاً في صحيفة النهار اللبنانية إذ قالت: المأخذ على نتنياهو عند خصومه وأعدائه بأنه وصولي وانتهازي ومستعد للقيام بأي شيء في سبيل البقاء في الحكم، غير مكترث للثمن السياسي أو الاستراتيجي الذي سيدفعه، لهذا يستميت نتنياهو لتأليف حكومة جديدة. وناقش نضال محمد وتد في العربي الجديد اللندنية السيناريوهات التي قد تخرج إسرائيل من أزمتها الحالية، ومن بينها أن يقرر نتنياهو قبول ما عرضه عليه محاميه السابق يعقوب نأمان، أي التوصل إلى صفقة مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والنيابة العامة يعتزل فيها نتنياهو السياسة مقابل عدم محاكمته. وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الخبير في الشأن الإسرائيلي السيد سعيد بشارات. سيد سعيد، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير. سيد سعيد، ما هو مستقبل بنيامين نتنياهو وحزب الليكود الإسرائيلي بعد انتخابات الكنيست الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في هذه الأثناء هناك مشاورات بين رئيس دولة الاحتلال إسرائيل والكتل التي نجحت في الوصول إلى الكنيست من أجل أن تقوم بالتوصية على من سيكون هو رئيس الحكومة الإسرائيلية القادم، هل هو سيكون بيني غانتس أم بنيامين نتنياهو، أم ستكون هناك وحدة أو حكومة وحدة وطنية بين الحزبين الكبيرين بوجود أحزاب أخرى. في هذا الجو، يعني في جو وجود عدد من السيناريوهات ووجود تجاذب كبير بين الأطراف المؤثرة أو التي تستطيع أن تحسم موضوع من سيشكل الحكومة، من السابق لأوانه تحديد كيف ستسير الأمور. اليوم سيتحدد الموضوع، يعني هناك ليبرمان يرفض التوصية على أي أحد من رؤساء الأحزاب الكبيرة سواء جانتس أو نتنياهو. القائمة العربية المشتركة أعلنت قبل قليل أنها ستوصي بجانتس مقابل وعد أو وعود أو لا شيء تقريبا، لأنه نفى جانتس أنه وعد القائمة المشتركة، لكن من باب أنها ترفض نتنياهو وأنها ستوصي ربما ستوافق على التوصية بجانس. طيب، هناك حديث عن محاولة نتنياهو البحث عن إمكانية طلب العفو مقابل اعتزاله السياسة، كيف سيكون ذلك؟ هذا الموضوع طرح في تقرير للقناة 13 عن طريق رفيف دروكر، وهو يعتبر من الصحفيين الذين لنقل نبشوا ملفات الفساد ضد نتنياهو، وكذلك في دعوت أحرانوس في مقال يوم الجمعة لنحو برنيع، فهي افتراضات صحفية وضعت وأردفوا قائلين أنها أن هذا الاحتمال أن يستقيل نتنياهو أو يتم أو يذهب مع المستشار القانوني رئيس الدولة للحكومة ويذهب إلى رئيس الدولة من أجل الحصول على عفو هي احتمال صفري، يعني غير ممكن. الآن نتنياهو يحاول جاهدا إقناع عمير بيرت بالانضمام إليه كي يشكلوا كتلة مكونة من 61 عضو كنيست. ربما، وهذا احتمال ضعيف جدا في هذه اللحظات حاليا، يعني في البداية أن يقنع ليبرمان، وليبرمان معروف في شروطه لا يريد أن يتزحزح عنها. فالأمور يعني في باب المفاوضات، والأمور فيها شد كبير، ودولة والآن الوضع الداخلي عندهم صحيح سيناريوهات حل كثيرة، لكن لا يوجد أي طرف يريد التنازل. يعني نتنياهو لأنه حريص على أن يبقى في منزله في بالفور مقر إقامة رئيس الوزراء، إنه
هو مضطر أن يتنازلوا بهذه السهولة. طيب سؤال أخير سيد سعيد، هل يقدم نتنياهو على التلاعب بالمشهد السياسي الإسرائيلي يعني لإبعاد نفسه عن المحاكمات هو وزوجته؟ هو يلعب في المشهد السياسي، يعني هو يقوم بمناورات سياسية كبيرة، يقوم على عدة جبهات، يعني هناك جبهة يخوضها ضد منافسيه كجانس ومنافسي اليساريين، وهناك جبهة داخل الليكود من أجل إبقائه كرئيس مجمع عليه داخل أقطاب حزب الليكود. يعني هو لا يغادر الحلبة السياسية لأنه يعرف أنه سيجد نفسه خلف القضبان، يعني بعد فترة بعد انتهاء المحاكمات أو الجلسات الاجتماع. لذلك هو حريص على أن يبقى في المشهد، حريص على أن تكون رئاسة الوزراء بيده، حريص على بذل كامل جهده واتجاه مناورات سياسية من أجل البقاء، وحتى لو ذهب لانتخابات ثالثة، يعني هذا احتمال كبير في نفس الوقت. هناك احتمال كبير أن تحصل حكومة وحدة وطنية، بينما هناك احتمال كبير أن يجر الكيان إلى انتخابات لأن مصلحته تقتضي ذلك. شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن الإسرائيلي السيد سعيد بشارات على مشاركتك معنا. إذن أعزائي المشاهدين، الشكر موصول لكم لطيب المتابعة. نتوقف مع فاصل قصير، ثم أصحابكم زميلي صلاح بابقي إلى فقرة الحدث. فاصل ونتابع.